طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وفتح الرحمن أحمد دفع الله، كل عام والجميع بخير. اليوم 11 يناير 2020، إن شاء الله سنة بخيتة وطيبة على الجميع. الإيفنت بتاعنا تأخر عن مواعيده تقريبا زي 25 دقيقة، لأنه كل الشركات بتاعت البرمجيات واللايف ستريمينج، ناس يوتيوب، فيسبوك لايف، كلهم في تغييرات حصلت من نهاية نوفمبر لحد هسه، و وي كودنت فيجر ات اوت، ما عرفنا كيف نظبط الامور دي بالطريقه المفروض نظبطها بها في الوقت المحدد. فهسه احنا عاملين هوبا، يعني احنا مستخدمين برنامجين عشان نعمل الايفنت ده في وقته. ابراهيم هنا بتشوفوه في الشاشه، هو في كوريا الجنوبيه حاليا، وانا شايفينه في الشاشه الصغيره هنا. ده دي الطريقه الوحيده اللي ممكن نقول بها اللايف ده. هتسمعوا ابراهيم عبر البرنامج بتاع جو تو ميتنج، وهتسمعوا لنا صوتي من هنا ده، لكن صورتي من دي الصغيرة دي. فكل سنة وانتم طيبين. الايفنت بتاعنا ده هو نتيجة لعصف ذهني عن انه المجموعة بتاعة الباحثين السودانيين فيها اكثر من 530 الف عضو، اتكونت قبل 10 سنوات. الشخصية الضعيفة انور دفع الله وابراهيم موسى، الاثنين كو فاوندرز يعني في المجموعة دي. كنا الاثنين، ابراهيم بيعمل في ماجستير وانا بعمل في دكتوراه في جامعة تشمبوك الوطنية، وبدأت المجموعة من الوقت ده. الملاحظ انه الناس ما قاعد يستفيدوا من المجموعه بالطريقه المفروض يستفيدوا بها. فيها خبرات كبيره جدا، لكن ما عارفين كيف الخبرات دي احنا نوصلها لطلابنا في كل الجامعات في السودان، خصوصا الجامعات الموجوده في اماكن نائيه، جامعه الفاشر، البحر الاحمر، جامعه كسلة، جامعه دنقلة. فطلاب تقنيه المعلومات والتكنولوجيا والبتاع بيكونوا ليفت بيهايند، ما معروف الحاصل عليهم شنو. فاحنا دايرين نستعرض التجارب بتاعتنا في شكل بتاعت ونسة، وحيكون مفتوح الباب بتاع الأسئلة، الناس تسأل، ودي يكون طريقة جديدة للإرشاد أو إعادة تصور للإرشاد الأكاديمي والبحثي. في العادة نحن كأكاديميين بيكون عندنا أوفيس أورز، ساعات مكتبية، بيجيك الطالب بيسألك على الكارير باث بتاعه، داير يمشي يتخصص في شنو، ولا يعمل دراسات عليا، ولا ينزل السوق، ولا كده. وانت في الزمن اللي بتحدده له ده هو بتتكلم معاه، وممكن يحصل قصه الارشاد. المواضيع اتطورت عندنا في المجموعه بتاع الباحثين السودانيين من الرائدات البروفيسور سعاد صادق بدري، وهي بتقدم خدمات جليله جدا جدا للطلاب والباحثين، الله يجزاها كل خير يعني. لكن بتعملها بطريقه بتاعت 1 تو 1. عندنا مجموعه فرعيه بتاعت ارشاد اكاديمي، لكن ما فاعله بالطريقه اللي كان دايرينها نحن. فاسيدي محاولة، نسأل الله سبحانه وتعالى انها تنجح وتمشي لقدام. وانا حترك المايك لابراهيم بيتكلم عن نفسه وعن تجربته، يعني على اساس انه الناس يشوفوه. ابراهيم حيتكلم بكل انفتاح وصراحة عن حياته وعن تجربته وكده، وانا حتكلم بكل انفتاح وصراحة عن تجربتي وحياتي، وان شاء الله الناس يستفيد منها يعني. تفضل ابراهيم. السلام عليكم. علي صوتك شوية. علي الصوت، الصوت بعيد شوي. اوكي طيب، السلام عليكم. زي موسى اسحاق انا برضه درست مع دكتور عمر ضيا في كوريا الجنوبيه في الزمن، يعني شويه كده كنا مجموعه سودانيين التحقنا بالمعاهد الكوريه دي او الجامعات الكوريه، بالتحديد جامعه تشمبوك الوطنيه في مدينه اسمها تشمبوك. اول ما دكتور محمد العزدي برضه دخل ليك لايف. اول ما جيت ليها شخصيا يعني كان ما يعني تقريبا السينيور الوحيد الموجود هنا كان هو دكتور انور، وفي صديقنا ثاني برضه اسمه عمر، كانوا موجودين. اول مره انا استير كانت القصه دي في سنه 2008، ف من الحياه احنا ما عايزين نتكلم كلام كده رسمي اهو، عملناها زي ونسه كده. ف زي ما جاب في يعني زمن شيء كده، دي من الحياة.
الحياة اللي كانت أول حاجة يعني صدمة إنك أنت تمشي لبلد قد تكون ما عارف فيها زول، واللغة نفسها كانت حاجز كبير جدا يعني. يعني بتذكر أول ما وصلت مثلا كتر خيرهم في واحد تاني برضه اسمه أنور، يعني مشهور هنا في كوريا الجنوبية، ابشر ابشر. لقيته اول مره كانت هناك، وطبعا قبل ما اجي واحده من الحياه انه كنت بسمع بين انور ده، لانه كان انه انور كينج، فكنت متوقع انه انور كينج الاسم ثاني هتمشي تلقى واحد كده زي الافارقه الاحجام الكبيره دي كنت. فاول ما لقيته زول شاب صغير يعني كده بتاع، دي واحده من الحياه. من القصه بتاعت انك انت تبدا الدراسه ذاتها، طبعا في اول اسبوع انا وصلت هنا ما كان يمكن اتصال حتى بالبروفيسور. فواحده من الصدمات يعني في حياتي اللي لسه بتذكرها، اول ما اتصلت على البروفيسور من هنا كان انه رد لي التلفون ذاته بالكوري، وانا اصلا الكوري ده ما اعرف فيه anything يعني. فالقصه دي كانت شوك كبيره جدا. وبعدها انتقلنا من هناك للجامعة اللي هو بصحبة الدكتور أنور بطع الله بعد أسبوع تقريبا كنا. فأول ما جينا برضو المعمل كانت برضو قصة جديدة، لأنك أنت جاي لناس في بلدهم وما يعني اللغة اللي أنت، أنا كنت متوقع إنه أجي هنا الناس تتكلم إنجليزي يعني، لكن دي ما حصلت. فده برضو كانت صدمة كده كبيرة جدا يعني، خلت الواحد يفكر جاد جدا في alternatives كثيره جدا، انه يا رب انا اوقف الدراسه دي وارجع السودان اعمل شنو كده. فدي اول يمكن صدمه انه الزول كان يتلقاها، برضو قد يكون بسبب عدم ارشاد اكاديمي قبل الزول ما يجي يعني. فدي تقدمه بسيطه لاول مره انا جيت فيها كوريا دي، وممكن مع دول بعد الحاجات بسيطه. انا ابراهيم طبعا حابقى الانترفيو بتاعك يعني، حقوم اسالك وكده وبتاع. ادينا خلفيه عن درست وين الجامعه في السودان. طبعا ما شاء الله كنت طالب متفوق جدا، اردني كان حالي زيك يعني في اثناء الجامعه. طيب بالضبط دي برضه نقطه مهمه. انا اصلا نشات في مدينه مايو جنوب الخرطوم، ودرست فيها برضه الاساس في مدرسة اسمها الوحدة الوطنية، ودي سانحة لو في شباب من الناس اللي نعرفهم موجودين في اللايف هنا نسلم عليهم كل الشباب يعني في المرحلة الابتدائية دي. فكنت من المحظوظين انه اكون تقريبا ثالث المحلية، طبعا اصلا محليتنا كانت الطيش في الخرطوم يعني، لكن في الطيش ديل انا كنت ثالث المحلية. فعندنا اثنين مشوا جامعة الخرطوم، مش جامعة الخرطوم اسمها ايه، مشوا الشيخ مصطفى اللمين، دي كانت من المدارس النموذجية الكويسة جدا. وانا وواحد ثاني صاحبي مشينا الخرطوم الجديدة النموذجية بنين، ودخلناها ذاته بالكوريني اللي عندهم مقولة كده اسمها منطبكو والسول، دي معناها شنو؟ معناها انه يعني لو يقولوا اخر البريه الحصاص، الناس اللي جو داخلين كده وقفلوا الباب بوراهم يعني. فكان نسبة القبول 219، ودي كانت آخر قفلة كده يعني. إحنا أنا وصاحبي صديقي ربنا يرفعه بالخير من هنا جار النبي علي إدريس، كنا من نفس المنطقة، آخر اثنين يعني قبلونا في الخرطوم الجديد يعني. بعديها ده بالنسبة للدراسة في الثانوي، وحتى الخرطوم الجديد ذاتها أنا خبرتها وما كنت عارف هي المدرسة ذاتها كانت وين. فواحد من أصحابي في المنطقة اللي أنا ساكن فيها كان بيشتغل لواحظ الورنيش يعني، لكن لأنه بيشتغل بيورنش الجسم ريا، فكان عنده معرفة بالخرطوم أكثر مننا، إحنا قاعدين بس في مايو حقتنا دي يعني. فبتذكر إنه والدي اقترح له إنه يا أخي خلاص أنا بدفع لك يومين تقديم، وامشي وري إبراهيم موسى ده المدرسة بتاعته قبلوها فيها دي وين. المهم مشينا مع صديقي ده وعرفت المدرسة اللي هي الخرطوم الجديدة دي، وكانت فكرة كويسة جدا يعني، لأنه الخرطوم الجديدة دي برضو
فيها يعني عدد كبير جدا من الناس الناجحين، وعندهم جروب برضه في الفيسبوك من الجروب الناجح جدا، يعني جزء كبير جدا من الناس الناجحين خالص هم في الخرطوم عموما، بتلقاهم لو رجعت لهم بتلقاهم طبعا بجانب المدارس القديمه جدا، بتلقى في الشيخ مصطفى اليمين والخرطوم الجديده دي كانت من المدارس الموجوده كده يعني. برضه من الخرطوم الجديده دي امتحنت الشهاده السودانيه ودخلت جامعه السودان كليه الحاسوب، كانت تقريبا الرغبه الثانيه او الثالثه بالنسبه لي، ودرست فيها الحاسوب والحمد لله اتخرجت برضه فيها سنه 2006، واشتغلت فيها مساعد تدريس لاني كنت اول كده. ابراهيم بس دارك تقف لي هنا، ده انا في 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 حاجه كده دايما بتخليني اشعر بالفخر تجاهك، انك انت كنت اول الدفعه في حاسوب في جامعه السودان، لكن الكهرباء دخلت الحي بتاعكم في مايو بعد ما اتخرجت، مش كده؟ بالضبط بالضبط، هي دي برضه واحده من الحياه يعني، كانت فكاهه كده يعني. حتى شباب الدفعه في جامعه السودان كانوا دائما بيتهموني انه يعني اني انا بخفي عليهم بعض الاشياء يعني. منهم تقريبا صديقي اسمه بركات موجود في الجروب بتاع الدبلوماسيين السودانيين، ده واحد من الناس يعني زارني في البيت، صديقي مكي زارني في البيت، واحد اسمه محمد مصطفى برضه زاروني البيت يعني مايو دي، فدينا شافوا بعيونهم انه فعلا ما في كهرباء وكده. ليه الحاجه دي جات ليه؟ لانه كان دائما في الحاسوب يدونا واجبات انك بروجرامينج وكده، فكنت الحمد لله مع مجموعه من الشباب يعني دائما بنجيب توب يعني كده، وحتى شاركنا في واحده من اولمبيات البرمجه اللي هو الرحيل الاول فيها في السودان، هو دكتور عمر اللي قدامكم ده في اولمبيات البرمجه الدوليه دي، فاحنا انا واحد كنت من المشاركين في كليه الحاسوب في سنه 2002 تقريبا على ما اذكر، وكنا مجموعه يعني فينا سناير من كده وفزنا، لكن انا شخصيا ما شاركت امشي دوليا بسبب العمر يعني، افتكروني عجوز الوقت ده ولا مين كان في شرطي كده يعني. فدي طلعتنا والله ما اعرف المهم ما ادري نقول تفاصيل اكثر. فالقصه بتاعت انه ما في كهرباء دي صراحه كانت هي حقيقيه، فيها 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 واحده من الحاجات يعني ممكن جزء كبير من الناس ما عارفين انه احنا قاعدين في الخرطوم دي، في ناس اللي قاعدين مثلا من زي ما بيقولوا شعر على الهواء وانت ماشي بهناك لانه في كهرباء من بدري، فبيفتكروا انه الخرطوم دي ذاتها اي زول قاعد فيها معناها بيتمتع بكل الخدمات اللي هم عندهم دي. ودي بترجعني برضه يتذكر موقف صغير او ساعات دخلت انا الخرطوم الجديده دي، يعني المدرسه كانت مهيئه جدا الحمد لله، وحتى اغلب الطلبه اللي كانوا بيدرسوا هناك يعني هم زملائي وكده، لكن برضه كانوا في جزء كبير منهم اصلا من ابناء ما اعرف يعني وضعهم كويس يعني، تقدر تقول انه ساكنين في حتات فيها كهرباء وكده وكده. اولاد راحت. ما انا اقدر اقول الاماره دي لانه ما كلهم بتنطبق عليهم. في ناس يمكن يعني هم فعلا محظوظين اسرهم مقتدرين ماديا، لكن لما عاشرناهم يا هم زينا يعني ما باختلاف اسرهم. فدي من الحاجات انه كان برضه الخرطوم الجديده دي فيها اساتذه متميزين جدا، واحد منهم درسني الرياضيات البحته اسمه بنلقبه نحن اسدو، فده راجل يعني ممتاز جدا. فواحده من الحاجات كان بيتكلم انه في استاذ ثاني اسمه عبد العظيم، وانه حيمشي في مدرسه اسمها مدرسه الحسين الثانويه اسامه بن زيد في مايو حقتنا دي، انه بيعمل كورسات. المهم الراجل ده سالم الريكومنديشن انه هو طالبه، فانا قلت تعال خلاص المدرسه دي جنبي امشي اشوف الحاصل شو يعني. اول ما مشيت كان فرق كبير جدا، الفصل مسخن ولانه ما في كهرباء وكده، والمعلومات اللي قالها دي ذاتها يعني صراحه انا حسيت ب ب ب ب ب بمعاناه الشباب اللي قاعدين هناك، وبرضه حسيت بانه يعني انا ربنا منحني كده حاجه درجه كده عاليه يعني، كان ممكن اكون زيهم اكون قاعد هناك وما اكون يعني درست بالطريق البروبر يعني. فدي واحده من الحاجات اللي تعلمناها، لكن لحسن الحظ قصه انه كهرباء ما في دي اتحلت في جامعه السودان كليه الحاسوب تحديدا، كنا بنحلها بقصه واحده اللي هي لانه كليه الحاسوب دي الحمد لله كانت محيه طبعا الرحيل الاول انشا الكليه ذاته بروفيسورين من الناس يعني في الحاسوب توب وكده، فكانت الاوبشن ايه انه المعامل بتاعت الحاسوب دي بتتفتح
ولغايه تقريبا الساعه 3 على ما اذكر بالعاده، او الساعه لغايه الساعه 5 بتكون فيها ان الطلبه ديل بيتناوروا في الجروبات بيدرسوا وبيطبقوا الحاجات اللي اخذوها في المحاضره. بعديها من 5 لغايه تقريبا 7 بتكون فري لاب. يلا انا عشان لانه في البيت ما في كده، ومعي مجموعه ثانيين منهم اخونا مكي عكاشة اللي تبدي في جامعه الملك خالد محاضر برضه، فكنا بنقعد بعد الدوام، لانه في البيت انت ما عندك، لو قالوا لك مثلا بكره تسلم البرنامج الكمبيوتر اللي ده ما هتقدر تسلمه. ليه؟ لانه ما عندك كمبيوتر في البيت، لو مشيت البيت فبنقعد لغايه ما المعامل دي تفضى وينمش، بنبايك التكنيشنز يعني اللاب هم يكونوا مسؤولين انهم يكتبوا اللاب، فبنكون قاعدين. حتى كان في مقوله كده تتقال فينا نحن الجروب المعين ده، انه احنا فيران اللاب يعني، او فيران المعامل لانه قاعدين لزمن طويل. فدي الحته الذكرى كان عندك لغب بيقول لك البروف مش كده؟ بالضبط. دي البروف دي برضه لها قصه يعني، حاجه ثانيه، لانه اسمي ابراهيم موسى اسحاق، فاحيانا ما كنت بقول اسحاق نيوتن يعني جدي اسحاق ده، لانه هناك ما كنتش حاجه كده، فالناس اخذت على كده بيجي تقول يعني. دي واحدة من الروايات. والله يا ابراهيم انا ما اعرف دكتور ابراهيم، انا ده يعني ما في حياتي، ما التجربه بتاعتي الشخصيه الحمد لله قمت في اسره وسيره جدا جدا، يعني اتولدت يوم 23/1/78 في بيت فيه كهرباء في بورسودان. انا اكبر منك ما شاء الله. اتولدت في بيت فيه كهرباء ما شاء الله، دي نعمه كبيره. اي يعني شو الكلام ده؟ لكن انا عمري ما كنت متفوق زيك، لا كنت ثالث المحليه ولا كنت اول الدفعه بالكهرباء بتاعتنا. دي اعتقد ما لها علاقه كده تقدر تقول مباشره في الحاجات دي يعني. لكن قد يكون في انك انت الحاجه لما تلقاها عندك ليها بتاخذها يو كان تيك ات فور جرانتد، لكن لما ما تلقاها بتجتهد اكثر. افتكر دي واحده من الحاجات اللي بتكون يعني قوة دفع للزول انه يعمل اكثر يعني. دائما الحاجه ما موجوده، حتى الاختراعات الناس بتخترع عليه، لانه بتكون يعني زي يقولوا الحاجه دي مستهم يعني، بلغه الشباب هنا يقول لك اكلت معه جنبه. فبتكون انه القصه دي هو حاسس بها واحده من الحاجات انك تحلها، انك تنتهي طيب في كم وسيله اني احل المشكله واجهني يعني. فدي كانت من الحياه المهمه. وبرضو انا في مسيرتي دي يعني ما خلاص اول الدفعه دي معناها كله اجتهاد شخصي، لا، برضو في شاب يعني ربنا يطاوعه بالخير، انا بعتبره اخوي الكبير يعني باللغه الكوريه هنا بنقول له يوم، ده واحد معانا ضابط كبير يعني اسمه بخيت، فده من الناس الرجال الاول اللي دخلوا كليه اسمها ايه كرري التقارب العسكرية، هم شالوهم من جامعة السودان لما كانوا متميزين في الهندسة. كرري. فالراجل ده يرجع له القبض. طبعا في مقولات دائما الشباب بيقولوا انه العسكريين ما كده، ما كل العسكريين ده صراحة، الناس اللي درسوا ديل درسوها هندسة، في ناس والله هم متميزين جدا، واحد منهم الضابط ديل. فده كان الوحيد اللي بيراجع لي في مرحلة الأساس. بفضله وفضل الله لانه ربنا سخره لي يعني، بقى كان يشرح لي، وكنت انا بشتري بعض الكتب يعني، في كتب سهله عندنا سوق في مايو اسمه سوق 6، ودي كانت واحده من الاغاني يعني، حاجه كده تقولها بالطرف في الاساس يعني. ليه؟ لانه في السوق ده في حته احنا كنا بنسميها دبي. ليه سميناها دبي؟ لانه فيها هي اصلا حته بتاعت بيبيعوا فيها خردوات يعني، ممكن بلغه العصر كده تسميها بازار، بيكونوا فيها معرفة الحياة الإلكترونية المعنافة وما أعرف شنو، وفيها كتب. فالكتب دي أنا كونت مكتبتي في البيت من هناك. ليه؟ لأنه أنت بتمشي هناك الكتب بتلقى واحد ببيع كتاب ممكن يكون فريد جدا، لكن لأنه هو ما عارف فيها شنو، ما عارف الكتاب ده معناه وشنو. فإحنا كنا كمان ربنا يغفر لنا كنا بنبخيس عليه ونكتب، إنه يا أخي هو ده أصلا ما كده، ما هو ما عارف أصلا. فكان بيبيعوه لنا بتراب القروش يعني، كل يوم جمعه تقريبا انا بمشي بشتري لي كتاب. المكتبه كانت بتزيد بفضل الله يعني، ما في كهرباء اي، لكن كان في مصادر بتاعت نولج. فمساعده الشاب اسمه مين ليا بخيت ليا
ساعدني انه وانا كنت في سنه ثامن ممتحنين يعني للشهاده في معليات مطيش دي، كنت لحسن الحظ التميز ده خلاني يعني انال ثقه الاساتذه ويخلوني يعني زي مساعد تدريس. يعني كنت بشرح برضه للشباب لما اي نذاكر الدروس النسائيه دي كنت بشرح لدفعتي. يعني كانت من الحاجات الواحد when we look back feel proud of. نادر عبد الكريم قال لك كم اسكان في سوق دبي؟ طيب دوما انا واحد ممتاز من الجماعه هناك يعني. طيب دكتور ابراهيم ايوه في نقطه صغيره معلش يا دكتور فضل. لازم اذكرها دي لانه قصتي انه ما في كهرباء دي احنا كنا بنهملها كيف، ودي برضها بيرجع الفضل لها لبخيت دي وبعديها طوالي استلمت منه انا ولغايه يوم الليله دي. انت عسى لو مشيت مايو بعدين كده في مزارع، المزارع دي ممكن تمتد لغايه الجزيره، حته خضراء جميله جدا وفيها ترعه يعني اللي هو هناك في الجزيره بسموها كنار، هو طبعا كنار يعني انجلش لكن السودانيين بيسموه كده يعني. فالحته دي انا بطلع من البيت بشوف كتابي والحاجات اللي داري اذاكرها، لانه في البيت نحن ما شاء الله كتار يعني عندي اخوان واخوات ربنا يحفظهم، انت ما زرتني في البيت يا دكتور. نعم. فلما نطلع المنطقه دي بنذاكر فيها يعني العصر بنطلع لغايه خلاص بعد صلاه الظهر تطلع الخلده مكان يعني هواء نقي طبيعي كده، وفي الترعه دي يعني بتكون ماشي محازاتها ومزارع كده جميله يعني. بنمشي هناك بتذاكر يعني انت هناك لو انا دي وجهه نظري يعني لو انت غبي وشلت كتابك مشيت هناك الجو ده اصلا بخليك انك تفهم الحاجه بطريقتك انت، ما هو الكتاب عندك. فدي من الحاجات السكرت، لكن لحسن الحظ في الفتره الاخيره دي انا بتذكر حتى لما رجعت بعد الماجستير كنت مشيت زياره هناك فلقيت مجموعه كبيره جدا من الشباب، دي حاجه يعني بتسر البال. This conference will now be recorded. معلش انا نسيت اعمل ريكوردنج في البدايه لكن حنعمل من هنا. تمام واصل. اوكي. وفي جزء كبير من الشباب ممكن ما يكونوا عارفين يعني هم لقوا السنه دي وبيمشوا هناك بيسافروا وكده، طبعا في بعض الظواهر بعديها ظهرت لكن ستيل دي حاجه كويسه جدا اي ثينك اباوت يعني. ففي ناس كتار ما يكونوا عارفين المفروض يكونوا يعرفوا انه القصه دي بدات ببخيت وبعديه استلمنا الراي نحن والله كتر خير بخيت ده يا اخي شوقتنا انه نلاقيه ونشكره على انه يعني ظهر للدنيا زول جميل زيك يعني زول عالم ما شاء الله. لا والله ما كده لكن الراجل ياخذ حقه بالكامل. الله يديه الصحه. دي تقريبا لمحه من الحياه اللي بتذكرها حتى الان يعني لغايه دخول الجامعه. طيب اختيار التخصص الجامعي دي واحده من الحياه الناس بتواجه فيها مشكله كبيره جدا. انا شخصيا احكي لك الستوري بتاعتي، انا امتحنت شهاده سنة 96، في 96 كان كنت داير اقرا ادبي واخش قانون، انا لحد الليله الفكره بتاعت القانون دي حايمه في راسي، فقلت لا انا اقرا علمي. فمن ثانيه لثالثه نطيت لي في مدرستين مختلفتين، امتحنت من الحكوميه بورسودان، امتحنت علمي احياء. قلت لك اصلا ما كنت من النوع المتفوق الخطير ذاك، جبت 74.7 من التقديمات العامة كان شالوني في زراعة جامعة الخرطوم، لكن قمت مشيت دخلت كمبيوتر مان حينها ودخلت كمبيوتر مان جميل وغريب يعني اي هندسة كمبيوتر لسيمستر واحد بس. ليه؟ لأنه كان النية مبيتة إنه أقرأ طيران. فده بوريك الكونفيوجن بتاع إنه الزول داير يقرا حاجات كتير. يعني في ناس كده اصلا ما يشوفوك انت مجال كمبيوتر ساينس ولا ريسيرش ولا بتاع بيفتكروا انه والله انت بس مولود عشان تكون كمبيوتر ساينتست، ما بيعرفوا انك انت في رحله كان بتاع تخبط كبيره جدا في اختيار التخصص الجامعي بتاعك. فالكمبيوتر انجينيرنج دي دخلتها وبعدين قعدت فيها زي سيمستر في كمبيوتر مان. جات القصه بتاعت الملاعين ديل بتاعت الخدمه الالزاميه، احنا اخر ناس عملنا دفاع شعبي فقالوا عزه السودان الاولى ما شاء الله. عز السؤال الاولى وما حتاخد شهادتك بتاعت الجامعه الا لو كملت الخدمه الالزاميه. فقلنا من عن ابو الجيش يا اخوانا نحن ذاته خلي لكم الشغله دي وماشيين. اكبر مجموعه طلعت من الجامعات في سنه 97 كان مجموعتنا في الاكاديميه البحريه بس في اسكندريه كنا 650 طالب سوداني جينا سوا. ده رقم كبير جدا، ده رقم اكبر من كليات قائمه في السودان حاليا عدد الطلاب فيها.
فعلا. فدخلت، اول ما دخلت هندسه بحريه، قعدت فيها اسبوع بس وحولتها، رجعت هندسه كمبيوتر تاني. اي ده يوريك كيف الكونفيوجن. المهم هندسه الكمبيوتر دي قسمت معاي، وبعد ذاك لقيت نفسي في الانشطه وانوركينج دوت كوم والمنتديات والى اخره. فده كيف انا وصلت لهندسه الكمبيوتر دي وتخرجت منها، وبعد ذاك هو تحضير الماجستير والدكتوراه في علوم الكمبيوتر. انت كيف اخترت انك تكون بتاع علوم حاسوب في جامعه السودان؟ والله دي برضه نقطه جميله جدا. يعني اول حاجه برضه في معلومات انا ما درست، يعني انت سينيوري هنا لكن اول مره اسمع بها قصه الزراعه وكل هندسه الزراعيه تدخل كده جامعه الخرطوم. القصه دي بالنسبه لي كنت في مدرسه الخرطوم الجديده، في صديقي ما شاء الله ربنا يطراه بالخير تقريبا واحد من الفايزين بشيفني مشى بريطانيا وكده، وكان بيشتغل برضه في مع ناس اسامه داوود ودرس في جامعه الخرطوم. يعني لو صديقي شديد كنا يعني كنا عندنا هوايه كده في الرسم، كنا بنرسم تمام جدا في المدرسه الثانويه، لكن هو تقريبا بعد سنه ثانيه في الخرطوم الجديده سابنا لظروف اسرته ومشى حول ل الشيخ مصطفى اللمين. نعم. فانا وعمر كنا دائما من رواد المكتبه السودانيه للكتب، يعني انا ما كنت بس بمشي دبي دي، برضو في المكتبه السودانيه للكتب في شارع البلديه كنا بنمشي هناك. ففي كان كتاب اسمه كيف تختار تخصصك الجامعي، تقريبا كاتبينه مصريين. وبرضه في المدرسه الثانويه للخرطوم الجديده دي لانها نموذجيه كان فيها ارشاد اكاديمي جميل جدا، يعني كان في كتيب الطالب، يعني انت مرشد الصف ده في دفتر تكتب فيه كل حاجاتك نتائجك وانت ماشي كيف، يعني لما ينادوا ولا امرا يكون بورور كتير ده، حتى لما تصل من سنه ثانيه واحنا ماشيين ثالثه ثانوي، يعني لانه في ثانوي في ثالثه دي بعد كده بتكون بتختار تخصصك. التخصص ده كان مبني على الحاجات دي والميول بتاعت الفصل، يعني فكان كل الدفاتر دي هي اللي بتكون المرجع على اساسه انت بتمشي بتكون مؤهل انك تجوين تخصص علمي ولا عدمي. ده اللي خلاني انا اختار كنت رياضيات في الثانوي وكده، لانه زي ما قلت لك البيز كان بيرجع الفضل لبخيت. بعديها قصتي انه ادخل جامعه السودان دي بالذات تحديدا الحاسوب دي كانت صدفه كده، يعني انا ممكن اسميها اللي انا اكون شويه كده ما اعرف شنو صوفي ولا كده، فدي كانت صدفه كده ظريفه خلاص لحظتها. انا اصلا في اسرتي ما يعني حتى اولاد عمامي وكده يمكن من لحسن الحظ اني اكون اكثر واحد قرا يعني ووصل لغايه الدكتوراه، يعني ما عندنا ثاني ناس كده، يعني فرصتي صغيره اجي في المنطقه عندنا ناس بتعرف. فقصه اني ادخل اختار التخصص ده كان عندنا جارنا بتاع دكان من اولاد الجزيره ربنا يطراه بالخير، دول يعني قدر ابوي كده، يعني ممكن اكبر من ابوي، كنا بنحترمه شديد يعني. فانا نجحت من الثانويه العامه دي داخل الجامعه، عملنا حفله كده في الشغل ما قلت لك حاله المحليه الطيش، وعملت حفله كده وانفايتنج الناس، وطبعا الحاجات اشتريناها من بتاع الدكان ده ربنا يطرحه بالخير. المهم القعده دي صادف انه واحد من اولاده كان بيقرا في النيل الازرق في الخرطوم، جامعه اسمها النيل الازرق تقريبا في ما اعرف، المهم جيت في الخرطوم. النيل الازرق دي في الدمازين يفترض، لكن بدأت اظنها في الخرطوم فعلا. اي كان عندها برانش كده في نعم. انا دخلت الجامعه 2002، فالشاب ولده ده وانا بقدم يعني للجامعه قام قال لي يا اخي انت يا ابراهيم في تخصصات جديده. انا اصلا رغبتي كانت اني ادخل الكترونيات جامعه الخرطوم. الكترونيات جامعه الخرطوم دي كانت اول رغبه انا كاتبها، ولانه نسبتي كانت تقريبا 83.4 هناك، كانت 0.1 تقريبا 83.5 هي اللي بتدخل الالكترونيات جامعه الخرطوم. فطلعت منها دي. جت بعد كده الاوبشنز الثانيه الساعدني فيها ولد صاحب الدكان ده، قال لي يا اخي يا ابراهيم في مش انت داير تقرا الكترونيات كده في حاجه قريبه لها، يعني لو ما شالوا فيها قال لي شنو؟ قال لي يا اخي انك تقرا حاسوب دي حاجه جديده وما اعرف ايه، والله ما كنت عارف. يا سلام. المهم كتبت الحاسوب دي
ده طوال القبول في حاسوب. بعد كده بقيت تواصل مع الشاب ده اللي هو واحده من الاسرار، يمكن جزء كبير من الناس ما عارفينها. تواصل معه انه يا اخي طيب انا ما خلاص بعد كده جيت نوري هنا في جامعه السودان وكده عشان ابدا وانا عارف حاجه، لانه ما عندي كمبيوتر اصلا في البيت ما في. انا كمبيوتر اول مره لبسته بيدي كان في الخط الجديد ذاته. كان كيف؟ عندنا والد واحد من الشباب طبعا، لانه فينا كان برجوازيين كتار، والد واحد من الشباب اتبرى انه المدرسه الخطوط الجديده دي يحصل لها ريموديلنج، ايه؟ تجديد يعني عملوا فيها بوي وكده وبتاع، وفتحوا المحمل بتاع حاسوب. نتذكر معمل الحاسوب ده اصلا كان جلس جابوا الحواسيب دي من الجامعه، كنت انا من الناس اللي نزلنا يعني عدلنا الحاسوب ده كمبيوتر ده اول مره في حياتي انا المسه، ودخلنا المعمل ده. فكان في الثانوي كان بيورونا مين فيه وشنو، كان بيشغلوا لنا فيه فيلم يوم الخميس. قبل ما يفكونا بقول ما يفكون البيت بيفتحوا لنا الكمبيوتر ده كده. فدي دي اول مره اني المس الكمبيوتر، عشان كده لانه الرهبه دي هي ذاتها في شغلات ما كنت اعرف الكلام. فوالد الولد ولد صاحب الدكان ده المهم قلت له كده، قال لي يا اخي في البرمجه في حاجه اسمها باسكال. خلاص باسكال دي مسكت فيها ومشيت لنفسي وين؟ المكتبه السودانيه الدار السودانيه للكتب دي. مشيت هناك في حاجه اسمها سلسله شوم. اشتريت الكتاب بالظبط، اشتريت الكتاب وبديت اقراه. يعني لو قسم كان موجود بالعرض كده بقيت اقرا الكتاب ده قبل ما امشي. يعني بقيت عارف انا انه البرنامج ده انت بتكتبه كيف وكده. يعني الباسكال ده انا عرفته قبل ما يدونا لي، لكن ما عرفته انه كيف انا الكلام ده ما هو برنامج ادخل في الكمبيوتر كيف ومن وين ذاته انا ما اعرف. اول ما دخلت جامعه في السودان واول يوم دخلنا المعمل اللي هو كان انك تتعلم الطباعه في المعمل دي برضه كانت صدمه، لانه الجو كان بارد شديد. انا جاي من مايو، المعمل بتاع الحاسوب طبعا لازم يكون مكيف. فدي يعني عملت في برضه شوك، واحده من الصدمات. ليه؟ وانا قاعد يعني بنتعلم في الكلام ده عامل كده وكده. خلاص المهم معلومات كانت كثيره، والجماعه اللي كانوا بيدرسوا معاي اغلبهم زي ما بيقولوا في شهاده، عندنا من طلعتنا شهادات عربيه كنت يعني ربنا يرحمهم منهم يعني مشكورين كده. فواحده من الحاجات اللي هم كلهم ما كانوا عارفينها انه انتهى المعمل، قام المدرس بتاع المعمل معمل الحاسوب قال يا اخي خلاص اقفلوا الكمبيوتر وامشوا بيوتكم. انا اقفل الكمبيوتر دي من وين ده خلاص يعني بعدين ايش بالذات التوتر ايه ان اغلب الشباب دي هم عندهم معرفه بالكلام ده. يعني في لمح البصر كده اي زوج جنوب قفل اي عادي ومش جيت انا قاعد اقفل الكمبيوتر دي كيف يا سلام. المهم اقفل الاستاذ سامي ربنا يطول بالخير من ثنائرنا وبرضه استاذ من اول واحد هو فهم الحاجه دي وبيجي جنوب كله معمل بدينا حاجة كده من زمنه يعني بعد ما نخلص بيطلع لنا كده. المهم الأمور مشت، لكن كان شنو جزء كبير من فرمالة الشباب زي ما بيقولوا اللي هو الجزء في البداية ده الوورد والأوفيس أنت حاجة ما بعرفها. الواحد كان يجي يكتب لك اسمه كده زول شنو يعمل فيه أنيميشن يتحرك كده، دي كانت بالنسبة يعني تعمل لنا ما أعرف حالة نفسية كده كيف تعمل الحاجة. لكن شوف بعد ما دخلنا البرمجة لأنه أصلا أنا أوريدي عارف المعلومات دي كانت تيرنينج بوينت يعني خلتني انا اكون شنو يعني انت تعلمت البرمجه قبل ما تبرمج. تعلمت البرمجه الحمد لله قبل ما نبرمج. دكتور محمد عز الدين بالمناسبه يشاهد في اللايف ده عبر الفيسبوك قال لك انت عظيم يا دكتور ابراهيم، انا شخصيا بفتخر بمعرفتك وبتمنى اولادي يكونوا زيك. والكلام ده انا بكرره انا ذاتي، انا انت زول عظيم يا ابراهيم وانا بتمنى شخصيا انه اولادي يكونوا زيك. والله ده شرف بالنسبه لي انه الكلام يطلع منكم والاثنين انتم بالذات دكتور محمد الزتين هنا برضه للناس اللي ما عارفينه برضه واحد من صنايعنا. طبعا انور هو تقريبا اول سوداني يعمل دكتوراه في الحاسوب في كوريا، بعديه معلومه الناس ما عارفينها دكتور محمد الزتين اللي هو عميد برضه لكليه الحاسوب في جامعه مامون حميده وربنا يطلعهم بالخير. ده الشباب يعني صنايعنا هنا في الدكتوراه وكده، وبرضه الاثنين دول من الناس اللي انا محظوظ جدا انهم زاروا البيت. يعني زاروا بيتنا كده وشافوا، دي حاجه بالنسبه لي نفسيا بوستنج وبرضه
طيب يا لشبابنا في ابراهيم، محليتنا. قل لي يا سيدي، انا شاب حاليا ممتحن شهاده ولا بتاع، وقاعد في مايو ولا في اي حي شبيه بمايو في مدن السودان المختلفه، يعني مايو ما استثناء في تمام. الديموغرافي بتاعته، في على عموم السودان كله فيه مشاكل بتاعت يعني تنميه غير متوازنه وكده. انت بالضبط. الحمد لله عبرتها، شنو الرساله اللي ممكن ترسلها للشباب ديل بحيث انهم يعني يمشوا في السيستم ويعملوا زيجزاج كده ويصلوا؟ الاحصائيات والله مفزعه، معظم الشباب ديل ما بيقدر كان نوت ميك ات تو ذا يونيفرستي والكوليدج، وعندنا فقد كبير جدا جدا في التالنتس. يعني انا بقدر اشوف من زملائي اللي قروا معايا في المدرسه اشطر ناس كانوا فيهم وبتاع، ده حاليا بره الاديوكيشن وبره الريسيرش وبره الحياه دي كلها. انا بتمنى كان العقول دي تكون موجوده في الريسيرش عشان بتغير العالم. النكست اينشتاين كان ممكن يكون اي واحد منهم. شنو الرساله اللي ممكن تقدمها لهم يا ابراهيم؟ والله انا يعني لو في رساله، يعني انا شخصيا بعتقد، ودائما بقول الكلام ده دكتور انور، دكتور محمد زيدين، كل الشباب اللي بعرفهم، انه يعني السوداني ده اصلا لو خد اي حاجه في راسه داير يعملها بيعملها. يعني انا لما اقول سوداني ده دائما انا بجيس بهم الناس يعني اذا انت قاعد في الخرطوم وقاعد في اطراف العاصمه زي مايو دي مثلا، او في نهايات ام درمان، او في الحاج يوسف، المهم في البريفيرنس موجوده في العاصمه دي، باعتبارك انت زول ما متاح لك كل السيرفيسز الموجوده لكل الناس. لو احنا افترضنا الكلام ده يعني، وده بينطبق برضه لباقي مناطق السودان، انه الناس تجتهد في بعضها وتتشارك المعرفه في بعضها. انا بتذكر اصايب من انه حته الشاب بخيل ده كان بيساعدني، قلت لك الحاجه دي برضه انا خلتني اساعد غيري برضه. دفعتي كنت بشرح لهم برضه هناك، وبرضه كنا في المجموعه، يعني ناس الثلاثه اللي ذكرتهم لك انه احنا كنا في نشر محليه وكنا اوائل المحليه ديل، كنا مع بعض برضه بنتدارس. يعني كنا بنزور مثلا في ايام الشعب السودانيه كنا بنتلمى في بيت واحد من ديل ونساهر باللمبات دي، والله العظيم اللمبات العاديه دي. يعني واحد منهم دلوقتي ربنا يطاوله بالخير اللي هو كان اول المحليه، اثنين هم كانوا مشتركين في الاول، دكتور طبيب يعني يحيى عمر صقر، بيتخرج طب من الخرطوم من الجزيره. وعندنا دكتور نادر دلوقتي طبيب برضه في سلطنه عمان، وبالمناسبه دي نترحم على السلطان قابوس اللي فوق لنا. ده برضه من الناس اللي يعني الاوائل اللي كانوا مشتركين. ده درس تخرج طب اسنان من جامعه الخرطوم. يعني احنا كلنا كده في مايو، اوكي؟ واللي هو انا وصاحبي دار النبي، احنا اللي كنا اخر الناس يعني دخلنا الخرطوم الجديده دي. يعني دي كل لو ملاحظ الثلاثه اللي انا ذكرتهم لك ديل، احنا جايين من ثلاثه مدارس لكن موجوده في كامبس واحده. يعني المدرسه الكبيره اسمها الوحده الوطنيه، دي تقريبا مبنى لو اي زول في مايو هناك بيكون بعرفها، مبنى من زمن الانجليز، لكن المدارس اللي فيها الوحده الوطنيه وبلال ابن رباح، و المهم ثلاثه مدارس كونجريجيشن هناك. انا كنت في الوحده الوطنيه دي، يحيى ونايف في جعفر مدرسه اسمها جعفر برضه في سيم كامبس. فالرساله داري اقولها انه اي سوداني اصلا داري يجتهد، والله بيجتهد وبيعمل كل الحاجات دي، لكن برضه شنو تتشارك. يعني ما معناه انا كنت مثلا بشرح لناس انه انا فاهم اي شيء، نو، برضه في زول بيشرح لي وكده. يعني السؤال انك انت تسال، ما بتعرف تسال لي، دي اهم نقطه انت بتنطلق منها. يعني انك انت في الدراسه عندك حاجه ما فاهمها، يا اخي امشي لاي واحد ثاني بيشرح لك، لانه احيانا فعلا احيانا مع احترامنا لكل الاساتذه، في بعض الاساتذه ما بيعرفوا يوصلوا المعلومه. انت بتكون حاسس انك انت يعني ما عارف، زي ما بيقولوا كيس في الفصل، ما بتكون فاهم حاجه. في لكن المقابل لو سالت واحد، في المقابل في بعض الطلاب ما بيعرفوا يستقبلوا المعلومه برضه، ولا شو؟ بالضبط. ما يلا يلا يلا، دي السوشيال نتورك دي افضل حاجه فيها. يعني تشوف واحد من دفعتك دول لما يشرحوا لك، زي ما بيقولوا بلغه الشباب الايامات دي، بيقول لك بديك الزيت. يعني لانه ده بيكون دفعتك وفاهم كيف يوصل لك المعلومه في عمرك ده. نعم، دي من الحاجات اللي قد نكون فاقدينها احيانا. يعني وجهه نظر
شخصيه. والحاجه الثانيه النصيحه، انك انت امشي في منطقتك دي، متاكد المناطق الطرفيه دي فيها زي سوق دبي دي كثير. سوق دبي دي تعمل فايده شنو؟ الفايده اللي دخلتها فيني انا بالذات، ودائما اي ام شيرنج ذس، انه جزء كبير من الكتب، منهجنا السوداني ده منهج جميل، لكن الكتب القديمه دي صراحه كانت عظم. يعني انا بقولها بصريحه العباره، يعني انت لما تقرا من الكتاب ما بتقرا، لكن كانت في شنو؟ كانت في كتب اللي ساعدتني انا شخصيا، الكتب اللي بتيجي من السعوديه كانوا تقريبا كل ما يغيروا مناهجهم بيجيبوها، عارف بتيجي عبر جامعه افريقيا العالميه لما يقوموا يتخلصوا من المكتبه بتجينا نحن في دبينا. يعني السوق ده صراحه انا فهمت منه الكيمياء، فهمت منه الحاجات الفيزياء، الحاجات الصعبه دي، ليه؟ لانه الكتاب السعودي ده صدقني لما تفتحه كده كانه يعني في زي ما بيقولوا استاذ قدامك او صديقك كده بيشرح لك زي ما بيقولوا بالمعلقه. الكلام بيكون موجود مرتب ومفصل، ما بتحتاج انت استاذ. ودي نقطه انا بعرف المناهج الجديده اتعملت كده، انه من هنا لقدام مناهجنا دي لازم تبدا. يعني انا اينشتاين من الحياه او واحد من العلماء دي من الحياه بيقولها، انك انت if you cannot explain it simply you don't understand it. لو انت ما قادر تشرح الحاجه دي بحيث انه الطفل يفهمه، معناه انت ذاتك ما فاهم الكلام. احترامنا انت فاهم لكن ما عارف توصل الكلام. تمام، ممتاز. طيب نرجع للتجربه بتاعت كوريا الجنوبيه. انت وصلت كوريا وتكلمت عن الاسبوع الاول انه استقبلك بروفيسور ريو كون هو، ومرحب بك في بلد الكيمتشي وكيسوكسا الداخليه. تمام، احنا شباب اللقاء عشان ما برضو يبقى، عشان يبقى قابل لانه الناس يحضروه وبعد كده، ما اسف في ناس لايف بيتابعوا لكن في ناس هيجوا بعدين يشوفوا الفيديو، احنا ممكن نقسمه على اثنين، رايك شنو يا دكتور؟ دكتور ابراهيم، وفي نفس الوقت موجودين الشخصي وابراهيم، ده كو فاوندرز، اسسنا المجموعه بتاع الباحثين السودانيين دي قبل 10 سنوات واحنا طلاب بتوع دراسات عليا في كوريا الجنوبيه. فإن شاء الله يتواصل اللقاءات يا شباب. مين وايل، أي زول عنده سؤال لإبراهيم لي أنا ده بخصوص التجربة بتاعتنا، أن إحنا بنحاول نعيد تصور الإرشاد الأكاديمي والبحث يكون شكله كيف، في شكل ونسة ستوري تيلينج حكي بتاع قصص يعني. دكتور إبراهيم يا أخي كتر خيرك، معليش على المضافة. تفضل. المضافة يا دكتور، بس دي نقطة مهمة جدا، إنه نحن اخترنا انه الكلام ده يكون ونسه. يعني هسه لو ملاحظين نحن ما قاعدين نتصنع في الكلام. انا هو من غرفتينا في كوريا اللي انا قاعد فيها، دكتور عمر في غرفته قاعد فيها، يعني عايزين نحن اصلا المعلومه هي اللي بتصل للزول بالونسات العاديه دي. يعني احنا دايرينها تكون كده ان فورمال بلغتنا السودانيه دي، نفتخر بها بحيث انه اي زول يفهمها يعني. تمام، لانه طبعا بالتاكيد حتيجي واحد اي واحد ممكن في التعليقات يقول لك يا اخي انت عارف ناي ما عارف العين والغين بتاعه وكذا. فاحنا عايزين الكلام يكون بالقانون نورمالي كده زي كده. وانا فيري براود اوف يو يا ابراهيم، مشكور على دكتور انور، هو دي فكرته يعني. الله يديك الصحه والعافيه يا اخي، اول واحد بيتعلم منك ويستفيد. انا دكتور ابراهيم يعني كنت فخور جدا وسعيد جدا انه شاركت معه في بحوث علميه. ابراهيم موسى عنده شابتر في كتاب، عنده كميه بتاعت اوراق علميه، عنده ما شاء الله سجل حافل جدا جدا كباحث. الناس ترجع تشوف في جوجل سكولر، شوف في اكاديميا، شوف في ريسيرش جيت. ولو عندك برضو اي لينك عايز تعمل له شير ولا حاجه في اللايف ده عشان الناس يقروا عنك اكتر، انا بعمل شير للصفحه بتاعتي في ويكيبيديا، الناس تعرف عني اكتر. ولو محتاجين اي سؤال ولا مساعده، المجموعه دي الهدف بتاعي يا اخوان انه نساعد بعض على اساس انه في الصوره الكبيره السودان بتاعنا يبقى افضل. شكرا لكم يا اخواننا، دي كان اول تجربه، عجبتكم اعملوا لايك شير للفيديو، ما عجبتكم ورونا برضو كيف ممكن نحسن فيها. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا.